يسعد صباحكم برنامج مورنينج لايف، دائما مواضيعنا ومحاورنا جاهزه للتحاور. اكيد الضيوف الاعزاء وصلوا، خلينا نبلش او نذكر المحاور اللي راح نتناقش بها خلال وقت برنامجنا. السياحة في الأنهر خلال فصل الصيف الفترة الأخيرة، ده نسمع أنه تطور السياحة بالعراق وبالمحافظات وخاصة بالأنهر خلال فصل الصيف، فحبينا السباحة سوري، فحبينا أنه نتطرق لهذا الموضوع أكثر. يعني احنا لا ننسى انه لها مخاطر اليوم، بعض الانهر يمكن التلوثات منتشره به، مشاكل كثيره موجوده بالانهر، دخول البكتيريا وباقي الامور، مخلفات من القمامه للاسف الشديد موجوده بالانهر الموجودة بالعراق. لكن حبينا أن ندخل بمحاور أكثر بهذا الموضوع. أكيد نرى في فصل الصيف وانخفاض مستوى نهر دجلة الكثير من الشباب وهم ينزلون النهر يقومون بالتصوير، أكيد لها مخاطر. راح يكون لنا العميد رشيد ثابت رشيد، معاون المدير العام لشؤون الإطفاء والسلامة. أيضا راح نتكلم على نقل الملكية، ملكية العقارات ما بين البيع والهبة وما بين الطالب. المحامية نرمين الزبيدي راح نتناقش هذا الموضوع أكثر، بما أنه دائما من الأعمدة المهمة الموجودة ببرنامج مورنينج لايف هو أكيد الثقافة القانونية أو ما هو القانون العراقي. ما ننسى مع أم عبد الله الشمري وأهم القراءات، قراءة أكيد أوراق التاروت والأبراج، واللي حاب أنه يعرف اليوم برجه شنو يتكلم، الحياة العملية العاطفية وأيضا الاجتماعية. الخطوات التي نحتاجها لبناء ثقة الطفل في نفسه، هذا الموضوع هم جدا مهم الناحية النفسية والباحثين الاجتماعيين. وأيضا اليوم عندنا معلمة رياض أطفال شاطرة كلش، حبينا أن نسولف وياها بهذا الموضوع اللي هو الخطوات اللي نحتاجها لبناء ثقة الطفل بنفسه. الأحجار الكريمة بالعراق، قصص عجيبة من الحسد والشفاء إلى الثراء. أكرم جدوع موجود ويانا، ماجستير طاقة حيوية، دائما خبراء الطاقة الحيوية واللي عندهم شهادات بالطاقة الحيوية هم ضيوف برنامج مورنينج لايف للحديث والتحاور بهذا الموضوع أكثر. خلينا وما ننسى أهم أحداث مواقع السوشيال ميديا والأخبار الموجودة بالإنستغرام، التيك توك، السناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نبلش بالسباحة في الأنهر خلال فصل الصيف. ما هي المخاطر التي تنتج من السباحة في الأنهر وبرك المياه؟ بالفترة الأخيرة إقبال كلش كبير من الشباب بالسباحة، خاصة بانخفاض مستوى النهر، فحبينا نتطرق لهذا الموضوع، المخاطر والسلبيات الموجودة بالأنهر من تلوثات وأمور أخرى. أكيد سيادة العميد ضيفنا رشيد ثابت رشيد، معاون المدير العام لشؤون الإطفاء والسلامة، أهلا وسهلا بك سيادة العميد، نورت مورنينج لايف، يا هلا ومية هلا بك، يوم اثنين سعيد، عاش من شافك. السلام عليكم، شو الأخبار؟ العايشين إن شاء الله تمام، شو الأمور؟ نحن دوما بحاجتكم. المواضيع أكيد والمخاطر الموجودة بالمجتمع العراقي والأشياء المستحدثة اللي نشوفها بالفترة الأخيرة يجب استشارة أكيد يعني موظفي والناس الرائعة اللي عندها حب بلا مشروط أو حب بلا مقابل الموجودة بأكيد مديرية أو لشؤون الأطفاء والسلامة. فخلينا أكيد نرحب بك سيادة العميد رشيد ثابت رشيد، معاون المدير العام لشؤون الأطفاء والسلامة، يا أهلا ومية هلا بك. اهلا وسهلا بكم، مساء سعيد مليء بالحب والسعاده على كافه مشاهدينا ومتابعينا ومواطنينا الاعزاء. هو الحب من عندكم بعد، احنا ناخذ دائما حب المواطن العراقي والتضحيه من اجل المواطن العراقي بلا مقابل اكيد. الله يحفظكم. خلينا نتكلم على المخاطر التي تنتج من السباحه في الانهار بالفتره الاخيره وبرك المياه اكيد. بالفتره الاخيره سوري اكو اقبال كلش كبير من الشباب على السباحه بالانهار بعد ما انخفض اكيد منسوب المياه. خلينا نحكي على المخاطر اذا تسمح لنا سياده العميد. قبل المخاطر يعني احنا لازم نوضح في الصوره عامه لمواطننا الكريم انه واحده من
هبات رب العالمين لبلدنا العزيز، انه وجود المسطحات المائيه اللي ربما بعض الدول يعني تعاني من شحه ومن موارد طبيعيه قليله جدا في موضوع مصادر المياه والمياه الطبيعيه. ومن ما زاد يعني نعمه الله علينا انه هذه اغلب هذه المياه هي مياه عذبه. صحيح. وهذا المياه العذبه اصلا هي غير متوفره في اغلب الدول. وبالتالي مع التنوع الجغرافي والطبيعي اللي يمتلكه بلدنا العزيز من الشمال الى الجنوب، تلجأ اغلب عوائلنا وناسنا للترفيه وال يعني الاستجمام. صحيح. والتمتع ب يعني شو بقول المناظر الطبيعيه الطيبه، وفي بعض الاحيان الهروب من حر الصيف باتجاه الانهر وضفاف الانهر. للاسف احنا خلال يعني الايام القليله الماضيه سجلنا حالات وفاه عديده نتيجه الغرق ونتيجة السباحة في الأنهر. المشكلة في الأنهر والسباحة في الأنهر أنه هو الموضوع يعني مملوء بالمخاطر. الخطر الأول والأعلى هو الغرق. منظمة الصحة العالمية عرفت الغرق أنه هو يعني غمر الجسم أو الرأس من الأنف والفم بالمياه، وبحيث ينقطع الأكسجين عن الشخص مما ينتج إلى حالة من الاختناق ومن ثم الوفاة. للأسف أغلب شبابنا وأغلب عوائلنا يجهلون المخاطر اللي تحيط بهم أثناء عملية التواجد على ضفاف الأنهر أو الاستجمام في هذه المناطق. طبعا النهر يختلف عن أي مسطح مائي أكيد آخر. أكيد أكيد. بفعل وجود تيارات المياه. وإحنا نعرف أن صعوبة السباحة تكون بالأنهار تختلف عن مثلا المسبح. طبعا اللي هو بركة الماء، أو يختلف أيضا عن البحر، لأنه يكون المياه تكون هادئة وصعب جدا أنه يعني الشخص يقدر أنه يسيطر من خلال السباحة، لأن الماء يكون هادئ. فأعتقد أنه عملية التوازن بين الجسم تكون صعبة جدا خلال السباحة. خلينا نتكلم على التنسيق الموجود ما بين الشرطة النهرية وما بين مديرية الدفاع المدني في مثل هذا الشأن. هل هناك تنسيق؟ طبعا أكيد. إحنا تابع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية واحدة من أولويات اهتمامها تقديم خدمات لكل المواطنين، وهذه الخدمة تنسجم مع المرحلة والطبيعة والحاجة. اليوم نلمس حاجة إلى أنه نبادر إلى منع السباحة في الأنهر من قبل شبابنا ومن قبل بعض يعني المواطنين والأفراد الأشخاص، كذلك تحذير عوائلنا اللي موجودة على ضفاف الأنهر ضمن الكازينات، ضمن المتنزهات، ضمن مناطق السياحية اللي موجودة على ضفاف الأنهر. وبالتالي أكو تنسيق عالي بين الشرطة النهرية ومصاحب الاختصاص ومراكز الدفاع المدني اللي معنية بهذا الموضوع، هي مراكز الإنقاذ والإطفاء النهري. في مديرية الدفاع المدني عندنا العديد من الإجراءات، زوارق الإنقاذ، زوارق الإطفاء، وبالتالي هي تقوم بعملية مسح ذهابا وإيابا ضمن الرقعة الجغرافية المخصصة لها. نبدأ بعملية إرشاد وتوعية، ومن ثم بالاشتراك مع الشرطة النهرية نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة نجد أن هناك عدم استجابة للإرشاد والتوعية. ليش ماكو استجابة؟ هل يعني القوانين يعني أو المحاسبة اللي تنفرض على الناس اللي تنزل على الأنهار أو تقوم بالتصوير، هل هي غير كافية حتى أنه اليوم المواطن العراقي يخاف؟ أو مو قضية يخاف، أنه يتحذر، أنه يعني أكو قانون يمنع، أكو محاسبة بهذا الشأن، فأنت ما يصير تنزل يعني. الموضوع لا يؤخذ بهذا العمومية، يعني تصورين مدارك الأشخاص، الناس اللي يرمون الوصول إلى الأنهر يختلفون بالأعمار، بالمدارك، المستويات الثقافية، وبالتالي يعني قد تجدين شخص يستجيب بكلمة واحدة، قد شخص الآن إحنا أنا وياك نتكلم يسمع هذا الكلام ويعرف المخاطر اللي هي عدة مخاطر كبيرة جداً
تبدأ بالغرق ومن ثم بالأمراض الأمراض الجلدية وأمراض غير جلدية والملوثات الموجودة ضمن الأنهر. أغلب يعني مصبات المياه الآسنة يعني الآن تصب في الأنهر. للأسف هذا كل الموضوع يبنى على الكثير من الأخطاء والمخاطر، وبالتالي إحنا يجب أن نتجنب هذا الموضوع. بعض العوائل تقترح سيادة العميد أنه بوضع لافتات تحذر الناس والأطفال من السباحة في الأنهار وبرك المياه خوفا على صحتهم من الأمراض، لأن إحنا نعرف أنه يعني نهرنا اليوم ملوث، غير مثل ما قلت المياه ليست عذبة يعني بصراحة. أيضا خلينا نتكلم على موضوع آخر، أنه بعض العوائل أيضا تقترح أنه يجب أن تسن بعض القوانين اللي يتم محاسبة المراهقين والشباب اللي يخالفون أكيد القوانين اللي موجودة عند حضراتكم، إن كان التنسيق بين الشرطة النهرية والدفاع المدني أعتذر، أنه هذه القوانين ممكن تحذر شبابنا وأولادنا من السباحة. يعني اليوم العائلة بسبب مسؤوليات واللي نداوم واللي عنده وظيفة فما يقدر يراقب ابنه 24 ساعة، فتدري أنت الصحبة والصداقة وتعال ننزل ونجرب وشخص يجر شخص، فإحنا بحاجة إلى لافتات تمنع وأيضا بحاجة إلى قوانين تحاسب. نعم القوانين مفعلة وموجودة، بس عملية تنفيذ القانون على مساحات كبيرة جدا، يعني تصوري أغلب محافظاتنا إحنا يعني يمر بها النهر سواء كان دجلة أو الفرات من الشمال إلى الجنوب، مساحات شاسعة. والآن أكو عملية سكن بالقرب من الأنهر، بالقرب من الشطوط يعني، والأنهر الصغيرة والأنهر الكبيرة، وبالتالي يعني هو بيته قريب على الشط أو قريب على ضفاف الأنهر. عملية السيطرة على هذا الموضوع تطلب لها جهود كبيرة جدا، تطلب لها دوريات متعددة ليلية يعني نهارية، يعني بالضبط الليلية والنهارية. يقال احنا نعرف انه اغلبية حالات الغرق تصير عند الليل، يعني سمعنا انه اغلبية حالات الغرق اللي تصير بشبابنا انه هم دا ينزلون يسبحون يعني بعد غروب الشمس. ستنا الغالية حتى نكون واضحين بهذا المجال، عملية الفكر الجماعي اللي يقود إلى موضوع الذهاب في نزهة لسباحة في الأنهر، الشباب يروحون بشكل مجموعة يصير تنافس بالقوة الجسدية وبالقفز وبالغطس وبالوصول إلى مناطق بعيدة. المشكلة هنا بالأنهر مثل ما عرجنا على المخاطر، أولا العمق غير واحد، صحيح. يعني في الأنهر كل الأعماق تختلف أكيد. يعني وبالتالي أي شخص يجي يريد يعني شلون تقول يستجم أو يسبح يكون ما حاسب هذا الحساب، يعني أنه هو العمق واحد. إضافة إلى أنه أكو موضوع ثاني، أنه النهر أيضا هو ببعض المعرقلات اللي هي مثلا الأعشاب، الأدغال، الأعشاب يعني كثيرة، الأمور كثيرة جدا. المي اللي موجود هي مياه أغلبها يعني بنسبة معينة مياه ملوثة. هذه يعني قد تؤدي إلى مخاطر أخرى. بالتالي موضوع المنافسة بالقوة الجسدية والكذا تؤدي إلى عمليات قفز، كسور، أكو قسم من الناس تعرضت إلى كسور كبيرة. للأسف أكو تشجيع لهذا الموضوع، مثل من يصور أنه هو شلون يقفز من مكان عالي من جسر عالي وبالتالي يفقد حياته نتيجة هاي المغامرة الغير محسوبة. أنه ما حاسب بالضبط عمق النهر، ممكن أكو مكان عميق ممكن لا، أكو مكان يعني غير عميق. نتكلم على انتشار نتكلم على انتشار الدوريات، أنه هل تعزو الأسباب أنه بانتشار حالات الوفاة والكسور وإلى غيره من الأمراض لأطفالنا وشبابنا بسبب عدم نقول كفاية الدوريات، أعداد الدوريات المنتشرة بأكيد على ضفاف الأنهر اللي تمنع؟ إحنا يعني حتى يكون واضح أكيد. للمشاهد إحنا اليوم بالضبط أريد نوضح للمشاهد الأسباب حتى اللي نكون واضحين بالضبط. ما إحنا ما نقدر نضع رجل شرطة لكل مواطن، لا أكيد طبعا، طبعا أكيد. هذا شيء يعني بعض المناطق تخلو
من الدوريات المناطق البعيدة النائية عن مراكز المدن والمحافظات. صحيح احنا انا يعني نأكد هذا، اكو احنا في رؤية الوزارة استحداث الكثير من المراكز والمفاريز وزيادة عدد الزوارق، وهي رؤية واضحة إن شاء الله راح تجد النور خلال الأشهر القادمة. هذا الموضوع يحتاج إلى ثقافة عامة، يحتاج إلى تنظيم عام، يحتاج إلى أن يكون المواطن بالمستوى اللي نطمح له، خصوصا فيما يتعلق بالعوائل. للأسف احنا نتفاجئ بين فترة وأخرى أنه العوائل أثناء عملية النزهة اللي على ضفاف الأنهر تفقد جزء من أبنائها، خصوصا الأطفال. يعني نسبة الأطفال عالية جدا باللي يتوفون غرقا، وبالتالي هذا الموضوع يتطلب من عندنا الانتباه، ويتطلب من عندنا المراقبة، ويتطلب من كل عائلة الاستمرار في الانتباه والمراقبة حتى ما تتحول هذه النزهة الجميلة إلى شيء سلبي على المواطن العزيز. إذن هي الأسباب تروح إلى، يعني هو الجميع مشترك، كل الجهات، العائلة بالمرتبة الأولى، بعدين شوية إحنا ندبها على نوعا ما اللافتات اللي نحن بحاجة إلى توعية، إلى يعني لجان تفتيشية موجودة على الأنهر توعي المواطن أنه لا تنزل، أنه دير بالك على صحتك، أكو أمراض إلى آخر. يعني حتى باختصار حتى تكون نقطة واضحة جناب الكريم، حتى أخذك إلى مكان حلو. إذا الموضوع اللي يتعلق في المساحات الأنهر اللي ضمن مراكز المدن، هاي مغطاة بشكل كامل. نعم. اللي خارج مراكز المدن، المناطق البعيده والنائيه، هاي يطلبوا لها زوارق نهريه، يطلبوا لها اكو مناطق يعني بعيده. لا، انا ما اتكلم على فقط المناطق النائيه، احنا نتكلم ايضا على مركز المدينه. يعني دنعاني انه ماكو لافتات تحذر، يعني احذر مثلا العمق غير متساوي، احذر من القفز، احذر الى اخره. نحن بحاجه الى توعيه اليوم. اكيد سياده العميد اذا تسمح لي اخذك الى الشارع العراقي ونشوف راي المواطن العراقي اللي هو الأهم ببرنامجنا بمورنينج لايف بخصوص السباحة بالأنهر والمخاطر التي يعني تتسبب لشبابنا وأطفالنا. أوكي إذا تسمح لي يلا نروح أكيد يا زميلي علي خشان، عدلنا تقرير لطيف جدا ورأي المواطن العراقي الأهم ببرنامج مورنينج لايف، تفضل. صباح الخير، صباح العافية مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف. استطلاعنا لهذا اليوم بخصوص السباحة في الأنهر خلال فصل الصيف، خليكم يعني معرفة آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. اليوم المسابح المتخصصة اللي يذهب لها العائلة والمواطن لابد أن تهيئ لبيئة صحية، نظافة، الماء يعقم، الماء يغير، لا سيما نحن في ظل الجفاف، عشوائية الأنهر، عدم التنظيف، عدم تطهير الأنهر، هذا كله يلقي بظلاله على الإنسان وصحته. ثم السباحة الجماعية فيه أضرار صحية لربما تنقل العدوى. نعم، السلبيات أصبحت الآن كثيرة، لابد اللجوء إلى المسابح المعروفة والمتخصصة، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، كانت في الفنادق، هذه فيها يعني متوفرة الأمور والشروط الصحية. طبعا السباحة كرياضة جدا مهمة ومفيدة، وخصوصا في معالجة أمراض الظهر، ولكن السباحة أيضا أدت إلى مآسي عديدة نتيجة هذا يعني الاختيار العشوائي للأماكن المفروض أن يرتادها من يريد الاستحمام، فالكثير من الشباب قد تعرضوا للغرق والموت مع الأسف بالأنهار. ولهذا يعني لابد للجهات الحكومية أن تصنع البيئة النهرية، تصنع البيئة النهرية بحيث تجعلها أكثر جمالا وتجعلها أكثر أمانا وسلامة. السباحة العشوائية سوف يعرض الشباب إلى كثير من المخاطر، أي مخاطر الغرق أو انتقال الأمراض، وخصوصا في المياه الراكدة. اليوم المياه الراكدة سوف تنقل جميع الأمراض، على الشباب أن تكون لديهم وعي حول اللجوء إلى المسابح، وعلى أصحاب المسابح. اليوم تعرف أستاذ علي أصحاب المسابح والغلاء الموجود 10,000 دينار أو 25 بالنسبة للشاب، وخصوصا الشباب العاطين العمل، هي صعبة. على أصحاب المسابح النظر في الأسعار وتقليل من الأسعار لغرض فتح مجال أمام هذا الشباب. يعني هذه الظاهرة السباحة في الأنهار يعني شيء غير صحيح، باعتبار أنه هذه الأنهار أولا هي غير صالحة للسباحة، فيها كثير من الأوساخ وفيها كثير من يعني الأشياء التي تضر الإنسان. يعني مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة وخاصة في أيام الصيف، يعني عدم وجود مسابح
صحيحة، ورخص المسابح أدى إلى فئة من الشباب أن تذهب إلى الشواطئ وتسبح في الأنهر. هذا شيء يعني فقدنا فيها أرواح كثيرة من الشباب، هذا يؤسف له. فالحقيقة يعني هذه الظاهرة يجب أن لا تكون ظاهرة مستمرة تحصد أرواح الأبرياء. مشاهدينا الكرام، مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، فإلى هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي ولعودة الزملاء بالاستوديو مورنينج لايف. شكرا جزيلا. أكيد زميلي علي خشان، شفنا آراء كثيرة. سيادة العميد، شنو رأيك بالآراء بصراحة؟ والله لا بأس بها، يعني ربما احنا اخذنا اراء اكثر الناس يعني تقدما في العمر، وذولا ما يرتادون السباحه في الانهار الا قليلا. ولكن اكو فد موضوع مهم جدا، احنا ليش نسوي مقارنه بين الارتياد الانهر والسباحه في الانهر وفي ضفاف اي الفرق يعني بين الارتياد وبين بين المسابح اللي موجوده حاليا في يعني مدننا ومتوفره. كل الناس يعني تحكي في موضوع المسابح، المسابح بها خطورة ولكن خطورتها أقل. صح. المسابح بها رقابة، يعني أنا من أريد أرتاد السباحة وأمارس السباحة أكو شخص منقذ مخصص لهذا الموضوع يراقب كل اللي بالحوض. المي راح يكون آمن بنسبة كبيرة جدا، وقد يشكل البعض يقول مثلا إذا هذا حوض يعني موجود وبأربعين شخص بخمسين شخص، وأكو شخص مراقب البركة، يعني شخص بالضبط. أو أشخاص مراقبين البركة، الشخص اللي يغرق، اللي ينضرب، اللي يقفز الطريقة خاطئة إلى آخره. أكو قسم من المواطنين يقول لك أنا المسبح مغلق، والمسبح مثلا أنا أريد أستمتع بالشمس، أكو مسابح مفتوحة نقدر نرتاد المسابح المفتوحة. هذا المبلغ اللي مثل ما تفضلوا لبعض المواطنين في لقائكم في استطلاعكم، المبلغ البسيط اللي يدفع المواطن يدفع مقابل خدمات عديدة جدا في موضوع استخدام المسابح، وبالتالي الأمان الموجود، عملية المراقبة، التعقيم الموجود الصحي، عملية الوجود الفسحة من السلامة الكبيرة جدا راح تخلي المواطن يكون في أمان أكبر وأكثر داخل المسابح. سؤال أخير، ويعني إحنا شوي راح نبتعد عن السباحة، نتكلم عن الحرائق اللي تحدث بالفترة الأخيرة بسبب أكيد ارتفاع درجات الحرارة وعدم التزام بعض البيوت بشروط السلامة. فنصيحة أخيرة أكيد من قبلك سيادة العميد بخصوص هذا الموضوع حتى نتجنب أكيد أنه ننصح العائلة العراقية والناس اللي يشاهدونا أنه شلون يحمون نفسهم في فصل الصيف. احنا نتوجه باسم الدفاع المدني لكل مواطنين الاعزاء، احنا مقبلين على فصل الصيف وشهر تموز على الابواب، راح ترتفع درجات الحراره يمكن فوق معدلات الاعتياديه، ان شاء الله ما ترتفع فوق معدلات الاعتياديه، فهذا راح يؤدي الى اعتقد قبل 3 ايام اعلنا انه احنا بلشنا الصيف وبلشنا الصيف ب 53، بعد كيفك انت كيفك سيام سلامي. احنا نتمنى على كل مواطن بالدرجة الأساس ينتبه على التسليكات الكهربائية، على أجهزة التبريد، على جهاز الحماية، أجهزة استخدام مواد بها ضمان بالضبط. يعني لنشح على نفسنا، يعني أتمنى أنه حتى استخدام الواير قبل فترة حكينا بها. نعم. أنا وحضرتك الأسلاك والوايرات أنه يستخدمون كواليتي رديء جدا، بالتالي هو هاي المشاكل اللي تصير، يعني أنه أنا أبخس على بيتي بس بالأخير أنه أنا راح أدفع ثمن بيت كامل، يعني بالضبط بعد الشر. موضوع الامتلاك مستلزمات الدفاع المدني مثل مطفأة، مثل إسعافات الأولية، مثل الكثير من المعدات اللي بقدر ما تكون بسيطة وسهلة في وقتها في حاجتها راح تمثل يعني منقذ للمواطن ضمن بيته وضمن منزله، ويتأدي إلى السلامة إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة العميد رشيد ثابت رشيد، معاون المدير العام لشؤون الإطفاء والسلامة أكيد، ومعاون المدير العام للدفاع المدني، أهلا وسهلا بك، نورتنا دائما. الله يخليك. ونتمنى أنه دائما هذه النصائح وهذا الكلام الطيب اللي دائما نسمعه من الدفاع المدني بالتزام بشروط السلامة، أنه تكونون متواصلين ببرنامج مورنينج لايف، لأن نحن بحاجة إليكم من أجل إيصال أكيد النصائح وشروط السلامة إلى المواطن العراقي اللي شاهدنا من خلال قناة السومرية.
احنا جاهزين في مديرية الدفاع المدني، رقمنا 115-115، اتصال على اي مركز، اي سيطره، اي حاجه، نذكر اي الارقام على السريع. اي اذا تسمح لنا 115-115 رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني. شكرا جزيلا سيادة العميد، أتمنى لك يوم سعيد، وشكرا لأنه لبيت أكيد طلب دعوتي. شكرا لقناتكم الموقرة، شكرا لكم. ننتقل إلى الخطوات التي نحتاجها لبناء ثقة الطفل بنفسه. نسمع أنه الكوادر التدريسية الرائعة بدور رياض الأطفال أكو في التميز كلش حلو، فحبينا اليوم أكيد كل الشكر إلى المعد علي موسى اللي سلط الضوء على رياض الأطفال المتميزة اللي عندهم كوادر تدريسية وتربية رائعة دي يقدموها لأطفالنا، فحبينا اليوم نسلط الضوء على شخصية رائعة جدا معلمة بدور رياض الأطفال اسمها رحاب محمد، اللي بالفترة الأخيرة دا نسمع أنه عندها طريقة مميزة جدا بالتعامل مع الأطفال الصغار وطريقة تدريسهم وتعليمهم، لأنه الدراسة تحتاج إلى معلم يخلينا أو يخلي أطفالنا يحبون المدرسة والدراسة والتربية. أكيد الست رحاب محمد نورتنا نورة مورنينج لايف. تفضلي، أهلا وسهلا، شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. يا هلا ومية هلا، شو الأخبار ست رحاب؟ نورتينا، أنا فرحانة أنه دي ألتقي نحن اليوم الكمية الكبيرة من الكوادر التدريسية اللي بعض العوائل تشتكي من طريقة التدريس وبعض الكوادر التدريسية تضرب الأطفال. صحيح. لكن اليوم حبينا أنه نجيب نسلط الضوء عليك حتى نحارب هاي الكوادر التدريسية الهواية الموجودة اللي ما بها أي نوعية. صحيح. هناك كمية كبيرة بلا نوعية. صحيح. فأكيد حضراتكم وحضرتك حبينا اليوم نسلط الضوء على طريقة التربية اللي تقدميها بدور رياض الأطفال اللي تدرسين بيها. شفنا أو سمعنا، يعني إحنا مورنينج لايف دائما عندنا فرق تفتيشية ولجان تفتيشية يمكن موجودة بجميع العراق حتى تستهدف وتلقى الناس المرتبة، الناس اللي تركز على التدريس، على التربية، على الأطفال، على بناء شخصية الطفل والثقة بأطفالنا. فعارفين عن نفسك البطاقة الشخصية لرحاب محمد. بالبداية أهلا وسهلا بكم، كلش حابة أتواجد وياكم. رحاب محمد موهي، اختصاص رياض أطفال. أقدم تعليم الأطفال بالطريقة الحديثة، دائما أحاول أدرس أطفالي بطريقة التعليم الحديثة. نعم. يعني من خلال مثلا مسرح الدمى، اقدم من خلال مسرح الدمى او من خلال العرض الداتا شو او من يعني كل مسرح الدمى جدا محبب للطفل. صح. هماتين اقدمه بطريقه صحيحه المعلومه، وهماتين يكون واسطه طريقه اليه بشكل جميل. حلو، خلينا نتكلم على التربيه اللي دايره ببعض بيوتنا وعوائلنا اللي يعني نقول بالفترة الأخيرة التربية اختلفت عن قبل بسبب وجود الآيباد و يعني اعتماد الأم والأب على الآيباد وعلى اليوتيوب وغيرها، حتى أخلص من بتشي ومن نقة وما أريد أسمع بعد. بالتالي هنا التواصل الفكري ويا الطفل أو إحنا نقول المهارات اللي إحنا متعلمين عليها، إنه نحكي بسرعة، نركض بسرعة، نفهم، نضحك، يعني نوعا ما نعدمت. بالتالي الثقة بأطفالنا نعدمت. شنو الخطوات اللي تستخدميها ست رحاب مع الأطفال حتى تغرسين الثقة بهم؟ أهم الخطوات لزيادة ثقة الطفل بنفسه أن يكون الأب والأم هما من الأساس حابين يغيرون من شخصية الطفل. حلو. أول شيء نعلم الطفل يكون ثقافة الاعتذار، يعني أنا كأم أو أب أحاول إذا أخطأ بحق ابني أحاول أعتذر من يمه، أخذ مكان هادئ، أقول له مثلا ماما أنا آسفة جدا يوم خطأت بحقك بسبب بعض السلوكيات اللي قمت بها. صح. ثقافة الاعتذار. ثاني شيء أحاول أحتضن ابني، أحتوي، أحاول دائما أسمع له، دائما أحاول أتحاور وياه، أتكلم وياه، دائما أحب، دائما أنطيه حب واهتمام. كل ما أنطيه حب واهتمام راح أزيد ثقة الطفل بنفسه. حلو. تعليم الإيجابية، أنا شلون أعلم طفل اليوم الإيجابية؟ يتعلم الطفل الإيجابية، أخلي يوم مثل ابني يوقف أمام المرأة أقول له ماما مثل ترددي الكلمات الإيجابية راح يجذبها بنفسه، مثل أقول له ماما أنت اليوم قول أني ذكي، أني شاطر، أني مجتهد. حلو. أني محترم، أني أصدقائي يحبوني، أني إلي شخصيتي بالمجتمع.
يعني هذه الخطوات اللي يتكلمها الطفل راح تزيد من ثقة الطفل بنفسه. حلو. كل ما تكون الكلام الإيجابي يجذب الطفل لنفسه، أنا بطريقتي إيش راح أسوي؟ راح أعلق لوحة داخل البيت وشكو طريقة إيجابية يقوم بها الطفل أجذبها، مثلا أعلقها داخل اللوحة، مثلا شنو الطفل اليوم سوى في شيء إيجابي اليوم، مثلا ساعد ماما أو ساعد بابا، أو اليوم ما ضرب أخته، اليوم أطمات اللعبة لأخته. فبهذه الطريقة التعليم الإيجابي علقها اللوحة مالته وخليها مكان جدا مهم بالبيت على مود يشعر الطفل إنه هذا الأساسيات إن كلش يعني راح تزيد بثقة الطفل بنفسه. حلو، خلنا نتكلم على حب الأصدقاء ونتكلم على التربية الموجودة ببعض العوائل العراقية، إنه إذا واحد حكى وياك ضربا، إذا واحد حكى عليك أو مثلا تجاوز عليك ضربا، صحيح، سبه، احكي وياه هيك، احكي وياه بطريقه عصبيه، بالتالي ينتج عندنا اطفال متنمرين ياذون الاطفال الفقراء الموجودين في رياض الاطفال. فشنو الخطوات اللي تستخدميها ست رحاب حتى شويه يعني تحاربين التنمر الموجود؟ طبعا التنمر هي 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 سلوك عدواني يقوم به طفل او مجموعه من الاطفال ضد طفل اخر، يتنمرون عليه مثلا سواء مثلا الطفل او سمين او ضعيف او يلبس يرتدي نظاره. الخطوات اللي اتعامل وياها دائما اقول احكي طفلي، احكي ابني، اقول له ماما انا ما اخاف، انا لازم اخلي فشي رادع لهذا التجاوز الطفل. مثلا انا اجاوب الطفل، لان دائما الشخص المستهدف للتنمر هو الطفل الضعيف عديم الشخصيه. يعني ما تكون عنده شخصيه، يكون انطوائي، يخاف يجاوب الشخص المقابله، لذلك يتنمرون عليه. وشلون انت على دائما دائره جماعه، لذلك ياذونه عصابتيه. فدائما تحاول الام تزيد ثقه الطفل بنفسه، كل ما زادت ثقه الطفل بنفسه كل ما ساعد تقلل من نسبه التنمر للاطفال. حلو، خلينا نتكلم على اللمسة الآمنة واللمسة الغير الآمنة. هذا الموضوع كلش مهم، يعني خوفنا على أطفالنا وخوفنا على بناتنا وولدنا الصغار من اللمسة الآمنة ومن اللمسة الغير الآمنة، وأكيد هذا دوركم الكبير بحياة أطفالنا لتعليمهم وتثقيفهم من هاي الناحية. صحيح، انتشر بالأواني الأخيرة تحرش بالأطفال، تحرش الجنسي بالأطفال لكل الجنسين. أنا كمعلم وتربوي لازم أوعي طفلي باللمسات الآمنة واللمسات الغير آمنة. شو هي اللمسات الآمنة؟ أجي أشرح له، أقول له ماما اللمسات الآمنة مثل واحد يجي يمسح على رأسي، يلزم كتفي، يحضني، من أهلي وأقاربي، هاي يسموها اللمسات الآمنة. اللمسات الغير آمنة يلمسنا الطفل، يلمسنا الأشخاص من أماكن غير المفروض أحد يلزمنا، ممنوع أحد يلزمنا من يمها. أشرح للطفل، أعرض معدات شو، أعرض لهم كرتون وأشر لهم، أقول لهم ماما هاي الأشياء ممنوع احد يلمس اشياء خاصه بينا. حبيبتي تسلمي. عشتي ست رحاب، والله انا كلش افرح اليوم اشوف الكوادر التدريسيه انه اكو نوعا ما، يعني سابقا كنا مثلا المعلم يعني له احترامه وله هيبته، بالتالي يعني يمكن برياض الاطفال حد الان يعني اذا ما تخوني ذاكرتي ولو النسيان موجود بسبب التغاءنا بكثير من الناس، لكن اكو خطوات اساسيه احنا تربينا عليها وتعلمنا بها، لكن اللي صاير هسه خوفنا على اطفالنا. صحيح. بسبب العولمه، الاهمال، التفكك العائلي، نسب الطلاق الكبيره. صحيح. الى اخره من المواضيع. خلينا نتكلم على الاهتمام بنظافه الطفل، شنو الخطوات اللي تتبعيها مع اطفالنا؟ الخطوات اللي اتبعها مع اطفالي انا صراحه اخذهم على ارض الواقع، مثلا ادخلهم للحمام، مثلا اقول لهم ماما اهتمام بنظافه الفم والاسنان. حلو، عملي. قبل يوم انا انطيهم خبر، اقول لهم ماما لازم فرشة اسنان، فرشة ومعجون على مود الفرش اسناننا، اجيبهم يهتم نظافة اسناننا، كنا نوقف سطر واحد ونوقف ونفرج اسنانه بالطريقة الصحيحة، اعلم الطفل يهتم بنظافة اسنانه، وبنفس الوقت اعلمه يتناول الغذاء الصحي. حلو. وابتعد عن الحلويات، الشيبس، العصير، هذا احاول دائما ابتعد عنه عمود الحفاظ على نظافة اسناني. والطريقة الثانية اللي هي آداب الدخول الى الحمام. حلو. الكثير من الاطفال اللي صراحة انا اواجهها بالروضة يعاني من الدخول الى الحمام، جيب الدمية ودخلتهم للحمام طبعا وشرحت لهم آداب الدخول الى الحمام، شلون ندخل الحمام، شلون نغسل، شلون نرجع من مكانها، شلون اخرج من الحمام واغسل ايدي بالصابون بطريقه صحيحه، الكلينكس، الصابون، اغسل ايدي زين بالصابون قبل لا اطلع، كلها خطوات اعلمها للاطفال. طيب، استخدام مسرح الدموع والعرض بالداتا شو برايك يعني هل ساعدت بايصال المعلومات والوعي للاطفال؟
طبعا مسرح الدمى جدا محبب للاطفال، وكلش يحبونه ومتفاعلين، بحيث من اقوم اليوم عندنا مسرح دمى كلهم يعني يتجمعون وينصتون الي. مثلا اقدم مواضيع جدا مهمه لمسرح الدمى مثل احترام الوالدين، الغذاء الصحي والغير صحي، اقدم هم مثل اكو مشكلات يعانون من يمها الاهل، اقدمها بمسرح الدمى، اقدمها من خلال مسرح الدمى، بحيث الاطفال يقومون يصفون واحد يبغى ابو الثاني، يعني يعرفون نفسهم ما خطاني، وبنفس الوقت الاهالي يشكروني يقولوا لي وصلت الفكره، ويعني بدا يتبع خطوات صحيحه. ذكرتي الاهالي وموضوع العائله والام والاب، وخاصه اذا طفل متعرض الى ام واب منفصلين او مطلقين، تحسين يعني نوعا ما يصير عنده مثل الانفصام بالشخصيه، يعني هنا يتعلم شيء عند الاب وعند الام يتعلم شيء، هو اصلا الطفل يكون مشتت بين عائلتين، مشتت، برافو عليك، يصير كانه تناقض، يعني كانه عناد، الاب يعاند الام صحيح. والام تعاند الاب لانه مو منفصلين صحيح. هنا من يوقع بالمشكله؟ الطفل وحضرتك صحيح. انت لازم توحدين صحيح. الافكار وتوحدين انه هذا الشيء اللي يصير، فيعني شلون طريقه التفاهم مع العوائل اللي منفصله، يعني او الاطفال اللي منفصلين ام وابوهم. انا دائما احاول احشيهم، دائما احنا تعرفون روضه هي حلقه تواصل المعلم ويا الاهل، فدائما نتواصل وياهم، دائما هم يشرحون المشاكل، ونحاول دائما نوضح لهم ونقول لهم مثلا راح تاثر عليك، راح يكون الطفل يسلوك عدواني، راح يقوم يضرب الاطفال، راح يغلط عليهم، راح هو شلون يكون كلش متنحس، يتجنب الاطفال البقيه ويكون سلوكه عدواني، و فاحنا مشكله مشكلة, صحيح. مشكله نعاني من يمها. بعض العوائل ما تساعد ايضا الهيئه التدريسيه الموجوده برياض الاطفال وايضا المدارس صحيح. بانه يعني مرات الدلال صحيح. او مرات يحسون انه هم اعلم بمصلحة الطفل أكثر من المدرس صحيح. إلى آخره يعني صحيح. فطريقة إقناعك وتفاهمك مع الأم والأب من ناحية أنه أنت إنسانة، يعني تعرفين أنت مرات الأم والأب يخافون صحيح. من البيئة المدرسية إيه، لأنه تدري مشاكل كثيرة صارت بالفترة الأخيرة، نوعا ما أكو يعني إهمال من قبل الكوادر التدريسية صحيح. فشون كسبتي ثقة العوائل؟ طبعا هم الاطفال من يحبوني راح ينشرون حبهم داخل البيت فكذا، او بالعكس امارات الاهالي يحبوني فالطفل يحبني، يحب المعلم، هو الطفل من يحب المعلم راح يقوم يستجيب الى كذا، حتى الاهل من يحبوني الطفل، حتى الاهل من يحبوني المعلم راح يقومون يستجيبون الى، طبعا بعض الاهالي يستجيبون ونحل مشاكل الطفل الخاصه به، مثل بعض المشاكل مثلا الطفله مثلا تنقل الكلام، مثلا تنقل الكلام بين اقاربها، اكو اهالي مثلا ما يحبون هذا الشيء، يقول احنا احنا ما معلميها، عافيه احنا ما معلميها، ليش تنقل الكلام؟ ارجع احكي الطفله مو بصوره مباشره، وانما عن طريق مسرح الدمى اوصل الفكره. حلو. او مثلا عندنا الاطفال مثلا يكون سهرانين على الموبايل، على الجهاز، الادمان استخدام الهاتف عند الاطفال، يكون سهرانين هم يجون يحكون وياي الاهالي، وانصح الاطفال بطريقه غير مباشره عن طريق مسرح الدمى اتكلم وياهم. حلو، توصلين الفكره. اوصل الفكره لهم. خلينا نتكلم على موضوع تحليل رسومات الأطفال، بعض الرسومات يعني كنا نشاهد بالأفلام، نشاهد بالبرامج التعليمية الخاصة بالأطفال، إنه تقدر أنت تحلل شخصية الطفل من خلال رسومات. طريقة رسمه، فصار عندك هذا الموضوع أيه. بديت تحلين شخصيات. احنا تخصصنا بقسم رياض الاطفال كانت عندنا ماده تحليل رسوم الاطفال، الدكتور ذكر حيدر مجيد الساعدي ذكر، هو علمنا عليها تحليل رسومات الاطفال جدا مهمه، يعني حتى هاي الشخبوطه اللي شخبطها الطفل نقدر نحللها، يرسم الطفل اشياء مثلا نعرف شخصيه الطفل من خلال رسومات الاطفال، من شنو يعاني، هي يعني تحليل رسومات الاطفال المرات المشكلات اللي يعاني منها الطفل ما يقدر يتكلم بها او من خلال الرسم، ان احنا نعرف من شنو يعاني، من مثلا من سلوك عدواني، من تنمر، من مشاكل عائليه، من هو شخص منطوي. طيب خلينا نحكي على موضوع مهم اللي انا صار بدي اعرفه يعني بشخصيه حضرتك، ليش اختاريتي تكونين معلمه برياض الاطفال؟ احنا نعرف اهم مرحله للطفل يمر بها هي الروضه صحيح، يعني هي بداية التأسيس مالت الطفل ودخوله إلى التعليم ودخوله إلى عالم آخر صحيح. غير البيت، يعني هنا يطلع راح يتعلم يتعرف تبدي تكوين الصداقات صحيح. حب المعلم، حب الدراسة، هنا كلها تنغرس تنغرس بشخصيته، هي مكملة أكيد لشخصيته. ليش اختارتي هذه المسؤولية الكبيرة؟ تعتبر جدا جدا صعبة وكبيرة. أنا من أنا صغيرة كنت كلش أحب معلمتي برياض الأطفال، بحيث أنا هسه حاليا مو أدرس طلابي،
نفس أتذكر معلمتي القديمة حتى من دخلتي القسمي كلش كنت حابة، وحابة مالتي المهنة، واللي يحب مالتي المهنة كلش يحب يبدع بيها ويحتاج لها صبر، كلش يحتاج لها صبر، لأن جدا متعبة ونفس الوقت حلوة تونس. الأطفال كلش محبوبين ومسالمين وبادلك نفس الشعور. مرات مثلا اذا انا ضايجه او حزينه يجون يحكيها نفس الكلمات اللي انا احكيها وياهم، مثلا يسمع على راسي نفس الكلمات اللي اتعامل بها وياهم يتعاملون بها وياي. اكيد اتمنى لك الموفقيه استرح محمد، وانا كلش فرحانه التقي بشخصيه يعني حابه عملها وحابه يعني مرات يقول لك هي النية، النية الصافية، بيئة التدريس هي أهم شيء. أكيد أهم شيء. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. هذا الموضوع ينتشر إلى أو يوصل للكوادر التدريسية. شكرا جزيلا لك، فرحان التقيت. ننتقل إلى أم عبد الله الشمري وعالم قراءة أوراق التاروت والأبراج والكارت، كارت الحظ عند أم عبد الله الشمري اللي حاصلة على أفضل جائزة ميرا لأفضل قارئة تاروت بالعالم العربي. فحبينا اليوم ناخذ الطاقة الإيجابية ليوم الاثنين من الناحية العملية المالية، أهم شيء بيت المال اللي بالفترة الأخيرة هو يمكن اهتمام الكثير من الناس العمليين، وأيضا بيت الحب وبيت العائلة. أكيد إلك الجو يا أم عبد الله الشمري ومشتاقين لك هواي، كيف الحال؟ يا هلا يا هلا، تشتاق لك العافية، يسعد مساكي حبيبتي. يسعد مساك أم عبد الله حبيبتي، والطاقة الإيجابية لك، انطلقي. يلا يلا حبيبتي. حبيبتي يسعد صباحكم ومساكم متابعينا حبايب قلبي. اليوم عندنا الأبراج الـ 12، خلينا نشوف ماذا يقول لهم الحظ. الحظ مع الله، بس خلينا نشوف تاروت مع عبد الله ماذا يقول لك عزيزي أيها الحمل وباقي الأبراج. الحظ مع العاطفة والعمل، أو الحب والعمل. يلا عزيزي مولود برج الحمل، خلينا نشوف ماذا يقول لك التاروت اليوم. هل أنت متفائل؟ مولود الحمل، ورقة حلوة تبشرك بالخير، وأكيد أكيد الأكثرية لحي عندهم نذر أو لحي ضحوا، ونقول لكم عيدكم مبارك وأضحى مبارك علينا وعليكم. إذا المولود برج الحمل، دا أشوفك عندك أمر توقيع ورقة، إذا مو اليوم فراحت لبعد العيد، توقيع ورقة لحيكون فيها خير ورزق وسعادة، وعندك نذر لحينذبح أول يوم العيد والله أعلم. مولود الحمل انطلاقة، انطلاقة حلوة وبداية جديدة لحتكون بشهر 7، بداية جديدة وشهر 7. وناخذ لك كرت الحظ يا حمل، كرت الحظ يقول لك الإرادة، الخروج من الصعوبات بإذن الله. عزيزي مولود برج الثور، يلا يا ثور. عزيزي مولود برج الثور، عندك محكمة أو أمر يخص المحكمة، أو عندك مع مديرك فد مناقشة فد أمر فد، وإن شاء الله لح تصير على خير بإذن واحد أحد. لح يعني ما أرد علي شوية اللهجة اللبنانية، فما أرد أقول تمره على خير، إن شاء الله تعدي على خير. أوكي، تعدي على خير يا مولود الثور، عندك محكمة وبيها خير، إن شاء الله محكمة زواج، محكمة أمور حلوة تخصك شيلة إلك، إن شاء الله تطلع منه وأنت إن شاء الله ملك زمانك وحامل سيفك يا ثور. دائما برج الثور عنده استعداد يواجه، ما يخاف بس من اللي خلقه. عزيزي مولود برج الثور، أنت في دوامة حاليا، أنت في دوامة، عندك حية وعندك وردة، ناس مثل الحياية وناس مثل الورود. أتمنى تشوف الناس الصح وتبعد من الناس الغلط أيها الثور. ناخذ لك كرت الحظ عزيزي مولود برج الثور، كرت الحظ يقول لك الشخص الآخر يحاول الوصول إليك، شريك العاطفة أم شريك العمل الله أعلم. عزيزي مولود برج الجوزاء، برج الجوزاء حاير، مهموم، متوتر، خايف. اليوم تقول لكم عبد الله الضيقة اللي أنت بيها لح تطلع، خلاص أزمة وعدت يا جوزاء، اتصال كلش مهم أو لقاء مع شخص لح تحلون بيها أمور للخير إلك يا ثور.
يا جوزاء سوري. مولود برج الجوزاء خططت ورسمت صح، خططت ورسمت صح، عندك ورقة بها فرحة، ورقة نجاح، ورقة عمل، ورقة أمور حياتك، ورقة تخص طفل، يمكن عندك طفل أنابيب، يمكن عندك بشارة طفل، يمكن راجعك دكتور طفل، عندك أمر يخص حياتك ورزق بإذن واحد أحد، لا تكبر المشكلة. كرت الحظ لمولود برج الجوزاء، الاتصال العميق بالروح، عندك شيء من الله يا جوزاء، عندك شيء من الله وشيء حلو لح يكون بإذن الله عزيزي مولود برج الجوزاء، وأنت نجمة وضاوية يا جوزاء. عزيزي مولود برج السرطان، برج السرطان أكو طعنات، أكو ناس ذا تراقبك مترصدتك اليوم، ناس مترصدتك زعلانة منك، مقابلة على أمر أنت مسويه، ما أعرف، أكو ناس ذا تراقبك، وين رحت وين جيت، فانتبه عزيزي مولود برج السرطان. برج السرطان إن شاء الله منتظر أيضا اتصال، عمل، شغل يخص حياتك، ذا تحفر أنت، ده تزرع، ده تزرع، تقول يا رب شو وقت لح أحصد، لح تحصد إن شاء الله عزيزي مولود برج السرطان. كرت الحظ يقول لك يقترب ويزداد الوعي، برج السرطان بديت تفكر صح، بديت تخطط صح، إن شاء الله لح يزداد الوعي عندك ولح توصل لأمور حلوة عاطفيا وماديا. عزيزي مولود برج الأسد، برج الأسد أنت أيضا إن شاء الله عندك أمر يخص حياتك، لح تأخذ قراره، لح تأخذ قرار، عندك قسم، عندك يمين، عندك حلف، لح تحلف بخصوص أمر يخص حياتك، وأيضا عندك كاس الفرح، نجاح، أمر حلو لح يكون بإذن الله. برج الأسد عندك مراجعة دكتور أو اتصال يزعج أفكارك. أيضا برج الأسد أنت مراقب، ايضا برج الاسد انت مراقب، انتبه من شخص يراقبك، عيونه ملونه، صاحب خشم طويل. برج الاسد في الواقع لست انت السبب بالعلاقه السلبيه، الشريك ما يقعد عاقل. اوكي يا اسد. عزيزي مولود برج العذراء، برج العذراء انت وحدك في دوامه، هاي الايام انت وحدك في دوامه، تعبت تعبت، قدمت، انطيت، ضحيت، انت وحدك. انتبه من امرأة تدخل حياتك يا عذراء نيتها مو صافية، انتبه يا عذراء. برج العذراء اوه توقيع ورقة ومقابلة حلوة وعقد، امر حاسم لح يكون لك يا عذراء، اذا حتى اذا كنت محبوس لح تطلع، اذا كنت في شدة لح تطلع يا عذراء بإذن واحد احد. كرت الحظ يقول لك يا عذراء نحن نأتي اليك بالمعلومات لتفيدك، اكو شخص لح يجيب لك اخبار حلوة حتى تطلع من الهم اللي انت بيه يا عذراء. عزيزي مولود برج الميزان، برج الميزان متهيئ الى سفر، طريق سفر، السفر مو شرط يكون بلد ثاني، لا من محافظه الى محافظه، من مكان الى مكان بعيد لا اعلم، متهيئ الى سفر، يقولوا لك مغرور، قلهم الغرور يلوب لي. برج الميزان انت من الابراج الذكيه، من الابراج الحلوه، من الابراج اللي تفهم. برج الميزان ايضا عندك نذر ان شاء الله لح يتحقق والخير لح يفتح بوجك بداية سبعة، قول عبد الله قالت والعلم عند الله. برج الميزان كرت الحظ يقول لك افتح عينك لترى مدى التوافق بينكما أنت والشريك. عزيزي مولود برج العقرب، برج العقرب، برج العقرب أنت إن شاء الله عندك سلطان، أنت سلطان، أنت في عز، مال، أمر حلو لح يكون عندك يا عقرب، بس انتبه يا عقرب لا تلدغك الحية، وكارثة يا عقرب، مؤامرة، مؤامرة عليك يا مولود برج العقرب، يردون يوقعوك بس ما يقدرون لأن الله معك. بشارة حلوة لمولود برج العقرب، مراجعة الدكتور على بياض، وأيضا موضوع خطوبة أو زواج. تألق، أنت تألق يا عقرب، أنت متألق إن شاء الله، وأخبار حلوة لقلبك. عزيزي مولود برج القوس، برج القوس إن شاء الله شوف أكو ناس حفرت لك كبير، بس أنت بإذن الله لح تطلع منه هذا، وطلعت طلعت، أكو ناس تريد توقعك بالبير، بس أنت يا قوس ذكي، طلعت ودا تباوع عليهم، دا تقولهم شوفوا أنا وين وأنتوا وين. مشروع عمل لمولود برج القوس، ما شاء الله تبارك الرحمن لح تحصد خير يا مولود القوس. إذن إن شاء الله ركز بعملك يا قوس، ركز بعملك.
الحب والاتفاقيات مرتبطين مع بعض، إذن العلاقة بالحب جدا 100% حلوة. عزيزي مولود برج الجدي، برج الجدي ليش شفيك متوتر؟ متوتر وصادد عن العالم. أكو شخص ده يضحك على عقل مولود برج الجدي، انتبه يا مولود برج الجدي، قوم انهض وتنشط وانتبه على حالك، وخلي صديق لك، لا تخلي كل العالم أعداء لك. عزيزي مولود برج الجدي، منتظر طيارة يا جدي، منتظر تيجي تطير، تيجي تروح، تيجي تسافر، أو لح يجيك شخص لح تشوفه ورجوع الحبيب. برج الجدي حبيبك أو زميلك أو شريكك بالعمل أكو غشاوة على عينه، أكو ناس وراء قرقر نفاق وحكي زايد بينك وبينه. عزيزي مولود برج الدلو، برج الدلو أيضا انطلاقة حلوة، بداية حلوة، شعلة حلوة لح تنشعل بحياتك وفرحة عندك بأرض البيت يا دلو. لقاء مع حبيب، لقاء مع ضنا، لقاء مع أهل، لقاء مع شخص أنت تحبه يا دلو. كرت الحظ يقول لك دع الشك واستقبل الحب، دع الشك واستقبل الحب. نوصل لآخر الأبراج مولود برج الحوت. برج الحوت خلص علي وعلى أعدائي، أخذ نصيحة أم عبد الله، برج الحوت علي وعلى أعدائي، دي يواجه لح ياخذ حقه، حقه لح يرجع له، وانطلاقة حلوة وقفزة حلوة لمولود برج الحوت. برج الحوت أيضا أنت منتظر لقاء بشخص تحبه، وإن شاء الله لح يكون اللقاء قريب وتوقيع عقد عمل ومال بإذن الله. كرت الحظ يقول لك استمع إلى الرسائل الخفية يا كرت الحوت، يا برج الحوت أكو شيء بقلبك أنت دا تحس بي فعلا هو صحيح، وبشارة حلوة لمولود برج الحوت. تحياتي لكم، راقبونا غدا إن شاء الله. أكيد، شكرا جزيلا أم عبد الله الشماري، دائما نترقبك كل يوم بقراءة أكيد أوراق التاروت والأبراج وكرت الحظ دائما بحوزتك والطاقة الإيجابية، شكرا جزيلا. ننتقل إلى أهم الأخبار الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. طيبة عامر دائما أخبارها الترند بحوزتها، فأكيد خلينا اليوم نرحب بطيبة ونرحب بأخبارها الجميلة ونرحب بالطاقة الإيجابية الموجودة دائما بأخبار طيبة، والله يبعد كل الأخبار السيئة. اليوم نريد أخبار مال حمام ومغرب، أوكي؟ تفضلي. أهلا 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 أهلا، مساء الخير والعافية. كيفك كيفك الأخبار؟ شلونك؟ يا هلا ومية هلا بالفستقي. قبل فترة أنت لبستي هذا اللون، هالمرة أنا راح ألبسه. يجنن يجنن. كل اللبس جميل وياك. شكرا حبيبي، يلا ننطلق. مساء الخير والعافية على مشاهدين قناة السومرية ومتابعي برنامج مورنينج لايف. مثل ما عودناكم أكيد نتحدث بالأحداث اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعة اللي فاتت. أيوة. نبدأ أحداثنا لهذا اليوم. حدثنا الأول يقول هيئة الأنواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة مع تصاعد الغبار ابتداء من يوم غد مع عدد من مناطق العراق. من يوم غد أنغام راح تبدي ترتفع درجات الحرارة أكثر وأكثر مع انتشار غبار. هاي ليش هيك طيبة؟ والله هيئة الأنواء الجوية يعني ضرورة ب يعني برنامجنا، فلازم يعني نبدي أحداثنا بحرارة يعني. أوكي تفضلي. ننتقل للحدث اللي بعده، طبعا الحدث اللي بعده جدا محزن. العراق يودع اثنين من أبناء البارزين في الساحة الفنية، خبرين منفصلين هزاء الوسط الفني في العراق هذا الأسبوع. الفنان رضا طارش والفنان فلاح إبراهيم يودعان الحياة أكيد بعد صراع مرير مع المرض. إلى رحمة طبعا الله. إلى رحمة الله، الله يرحمهم ويصبر ذويهم. طبعا إحنا مثل ما نعرف أنه الفنان رضا طارش توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا أنغام. صحيح. والفنان الثاني بسبب إصابته بمضاعفات صحية أثناء عمليته، الله يرحمه إن شاء الله. إلى رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويا رب إن شاء الله الصبر والسلوان لذويهم أكيد إن شاء الله.
ننتقل للحدث اللي بعده، خلينا ننتقل إلى الطاقات الشبابية العراقية اللي دائما ننصدم بها. ننتقل للحدث اللي بعده، شاب ميساني يصنع سيارة بكلفة لن تتجاوز 300,000 دينار عراقي. استطاع الشاب كرار صنع سيارة خاصة به ليستخدمها عند الحاجة للتنقل من مكان إلى آخر داخل منطقته بمحافظة ميسان. طبعا كرار استخدم محرك الستوتة للسيارة وجمع الخردة والمستلزمات الأخرى من أهالي المنطقة، وقد أنجز هذا العمل وهو طالب في السادس إعدادي. ما شاء الله عليه. هنا كرار جمع هذه الخردة من أهالي المنطقة واستخدم محرك الستوتة حتى يقوم بصنع هذه السيارة اللي ما كلفته 300,000 دينار عراقي، بالإضافة أنه هو طالب حالياً وده يدرس وده يقدم امتحاناته لهذا السنة. أتمنى له كل التوفيق والنجاح. قبل فترة أنغام هم شفنا طالب، هو فيديو جدا قديم لكن بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشروه من جديد. طفل بأحد محافظات العراقية قام بصنع طيارة هم من الخردة وطارت يعني مسافة ورجعت نزلت. يعني شوفي يعني نقول هذا عبقري، نعم، ومخترع نسميه، بالتالي نتمنى انه يسلط الله عليه على هيك. اكيد ان شاء الله. ننتقل للحدث اللي بعده. صرحت وزارة التربية يوم امس بحق الطالب، يحق للطالب السادس الاعدادي باداء الامتحانات الدور الثاني حتى لو اكمل بجميع الدروس في الدور الاول. حلو. هنا وزارة التربية انطت فرصة للطالب الاعدادي حتى يعيد الامتحانات مرة ثانية حتى لو أصبح مكمل بجميع الدروس بالدور الأول. خوش خبر. ننتقل لحدث إيجابي ولطيف تداول يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صيدلاني من محافظة ميسان أيضا يطلق مبادرة صحية لرجال الأمن والمرور بتوزيع واقي الشمس طبي مجانا لحمايته من أشعة الشمس. حلو. نعرف أن قواتنا الأمنية الله يكون بعونهم ويعطيهم الصحة والعافية. إحنا نعرف أنه أشعة الشمس جدا قوية ببلدنا وارتفاع درجات الحرارة، يعني هنا هذا الصيدلاني حب يسوي هذه المبادرة. والله ينطي العافية. يعني أتمنى تكثر هذه المبادرات الإيجابية ببلدنا أكثر وأكثر. ننتقل إلى سيدة عراقية تبلغ من العمر 34 سنة تلد 3 توأم أصحاء في محافظة بابل. طبعا تداول هذا الحدث ولاقى تفاعل جدا كبير، أكيد مبارك لهم ويتربون بعزهم إن شاء الله. ننتقل إلى حاجة مصرية تداول فيديو يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحاجة مصرية تبكي فرحا بعد أن علمت أن قائد الطائرة التي ينقلها إلى مكة المكرمة هو ابنها. طبعا هنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مخرجنا أنغام قال أنه ما يدري أنه والدته ما تدري أنه ابنها طيار. لا هي تدري طيار لكن ما تدري أنه هو على متن هذه الطائرة، فحب يفاجئها. حلو. ننتقل إلى إحصائية جديدة تداولت يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عدد سكان مدينة دبي يتجاوز 3 مليون نسمة لأول مرة في تاريخها. ننتقل إلى أمريكية، امرأة أمريكية توجه القتل بوفاة ابنتها بعد أن تركتها 10 أيام في المنزل والذهاب في إجازة. هذه امرأة أمريكية أنغام حبت ترفه عن نفسها وراحت إجازة لأحد الجزر وتركت بنتها 10 أيام داخل المنزل. ننتقل إلى أحدى الجزر تايمو تطلب من السياح القادمين إليها التخلي عن هواتفهم من أجل التمتع بالطبيعة. طبعا أنا وياهم فنلندا، أنا وياهم الصراحة يعني هنا يعني من نريد نسافر احنا يعني 24 ساعه فاتح السناب ويصور عايشين بالتليفون. اي والله. والله يعني فهنا ما راح تستمتعين بالمناظر بالطبيعه. صحيح. مشكله.
أكيد نختم أحداثنا لهذا اليوم مع السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة تيتان الذي راح ضحيته 5 أشخاص. طبعا هذا كان آخر حدث. أتمنى استمتعتوا بأحداثنا لهذا اليوم وأتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله. شكرا طيبة العافية على أهم الأخبار اللي دائما تزودينا بها وتنطينا معلومات كثيرة. شكرا جزيلا. ننتقل إلى الأحجار الكريمة في العراق، قصص عجيبة من الحسد والشفاء إلى الثراء. أكيد الأستاذ أكرم جدوع اللي هو دائما من الضيوف المهمين اللي نحن بحاجة إليهم، الخبيري أو حاصل على ماجستير طاقة حيوية، أهلا وسهلا بك، نورتنا، نورت مورنينج لايف. كيف الحال؟ ان شاء الله تمام. شو الاخبار؟ عاش من شافك؟ ان شاء الله مرتاح. شلونك استاذ اكرم؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا بك. الطاقه الحيويه و علم الطاقه اللي نحن دائما بحاجه الى تثقيف بهذا الموضوع. كثير من الناس انشفت عن طريق الطاقه الحيويه، كثير من الناس ايضا عولجت ونوعا ما حمت نفسها من طاقة الحسد، الطاقات السلبية اللي ممكن نتعرض لها بالأماكن، بالأشخاص إلى آخره. فخلينا بالبداية نريد نعرف هاي الأحجار الكريمة شلون وجدتها، وهل بعضها يكون موطنها في العراق؟ نعم، موضوع الأحجار الكريمة مبدئيا التسمية مو صحيحة. تسمية تجارية باسم الدين. حلو. الأحجار ثمينة وغالية وأنواع موجودة في كل مكان بالعالم. العراق يتواجد به بالشمال، هي أصلا حجر وصخور سالكة، مادة السلكة، وموجود أيضا باطن الأرض طلعوها. فعندنا بالغربية، عندنا بالشمال، وعندنا بالنجف وبالجنوب أيضا موجود، في كل مكان بالعالم موجود. كل شيء بالكون يخضع لقوانين. حلو. عندنا قانون اسمه التأثير، ينص هذا القانون على أنه كل شيء يؤثر في أي شيء إذا خلي خطين جوا إذا سمح له بالتأثير. كل شيء يؤثر في كل شيء إذا سمح له بالتأثير. عندنا قانون آخر اسمه البليف أو الاعتقاد أو الإيمان، أنت تنصر بما تؤمن. حلو. طاقة جذب الصير. نعم، تنصر بما تؤمن. فهنالك قصة مشهورة، أحد الأشخاص سافر لدولة معينة دي يدرس، فدا يمشي بالشارع لقى له فتح حصوايه او حجر. نعم. خلاها بجيبه، كان عنده امتحان مال فاينل، فقال هاي الحصوايه راح تنجحنا. اوكي. يعني امن بهاي الحصوايه. امن بهاي الحصوايه. طلع من الامتحان. اوكي. طلع من الامتحان مجاوب، فساله صديقه قال له شلون جاوبت؟ قال اني قراتي كانت لا باس بها، قريت بس جاوبت عن طريق هاي الحصوايه. قال هاي الحصوايه هواي جربتها لقيها بالشارع قبل الامتحان. فسافر لدولته فقال له هاي الحصوايه خليها يمك. هذا اللي بقى بالدوله قام يصير عنده مريض، قال له هاي الحصوايه تشفي. صار اللي عنده حاله فقر، قال له هاي الحصوايه ترزق. صار اللي عنده مشكله، فصار ايمان بهاي الحصوايه. صار ايمان. هذا ايش قام يسوي؟ قام تنجح العمليه عنده، قام يخابر صديقه قال له دز لي من هذا الحصو هواي. هذا يقول من تفطر بالشارع ولقيتها. فظل يبيع. ظل يبيع من عندها، وطبعا هذا استغنى. الموضوع هنالك ناس يعملون بالاحجار كهوايه. نعم، اكو بعض الاحجار لها طاقه، والطاقه تعريفها كل شيء غير مرئي وله تاثير، تعتمد على الدوامات بالارض بالمكان اللي حواليها. نعم، اسعارهن ما تعتمد على المكان اللي طلعت منه، تعتمد على الجهد اللي تبذله. أي. والندره. أي. العمليه كل ما يكون صعب وشاق ونادر كل ما يكون غالي. اللي يستثمر هذا العمل راح يحول هذا الحجر لموضوع حسب القيمه. مثلا فشي غالي قال له هذا يخص الشفاء، قال له هذا يخص الرزق، قال له هذا يخص المحبه والسعاده. هي حقيقه استاذ اكرم، يعني كثير من الناس تؤمن انه هذا الحجر راح يشفيني من مرض. هذا الحجر يعني اكو امور نوعا ما دخلت ب نقول الشعوذه، خزعبلات، دجل. بالتالي يعني خلتنا نوعا ما انه نؤمن بامور هي غير حقيقيه بالواقع. صح. هي اوكي اكو طاقات تحوي طاقه 100%، لكن احنا اليوم خلينا انه احنا عندنا وعي وعندنا ادراك، اكو احجار ممكن انه احنا يتم الخداع، انه يخدعونا وياخذون منا اموال كثيره، بالتالي يعني احنا نقع ضحايا يعني للاسف الشديد. خلينا نعطي تعريف للجهل
مكون من ثلاث كلمات، هي التجارة وثقافة واستثمار. نعم. الجهل، كل شيء بالكون له عقل، كل شيء بالكون له عقل. عقل بدائي يعتمد على المؤثر والاستجابة، وهذا كل المخلوقات مشمولة به. وعقل مفكر مطور اللي يختص به بني آدم. الفكرة الأساسية أنه لا يوجد شيء يؤثر عليك إلا إذا أنت تسمح له بالتأثير. المشاعر سواء كان الخوف أو التوتر أو الحب أو السعي بالرزق أو أي مشاعر تتولد عندك، هي لا يمكن جذبها من برا. حلو. المشاعر شيء داخلي أنت، كل ما في الكون بأمر إلهي مسخر لك. أكيد ونعم بالله. الخطورة تصير من أنت تقوم تتبع وتفقد عقلك وتتبع أشياء تقودك وتوجهك إلى ظلمة. يعني أكو ناس ممكن تدفع مبالغ خيالية جدا أستاذ أكرم. نعم. في سبيل أنه هاي الحجرة ممكن رح ترزقه، رح سوري خلينا شوي نحكي بأمور أخرى اللي هي مثلا تسكت الناس، تسكت الناس عنك. وجاهة منصب يشتري، منصب، برافو عليك. هاي الحجارة أخذتها مثلا توصل لأسعار جدا خيالية، 50 مليون ومئة مليون ومئتين مليون إلى آخره. الوجاهة ما يبحث عنها بخرزة إلا اللي عنده فتشي جوه خلل. إذا أنت وجيه من الداخل وعملك موجه للخالق سبحانه وتعالى كإحسان لنفسك وعمل صالح، ما تحتاج تلجأ لخرزة. لكن أنت إذا كنت وليد لحظة أو جيت بصدفة أو بخلل بالبرمجة ووصلت، فما عندك مشكلة تشتري هذا الموضوع على مود يوصلك المناصب، وبعدين ممكن تحصل بعدها فلوس وتدفع. الرزق ست قانون السعي، تقبل ما تقبل. أنت قاعد ببيتك لو أجيب لك جبل مال خرز، ما ترزق إذا ما تسعى إطلاقا. الخرزة بها فت خلل يجب أن ننتبه عليه، اللي هو الخرزة زيدك على ما أنت عليه. يعني شنو؟ أنا متضايق واشتريت الألماس فزيدك ضيق. أنا مرتاح واشتريت الألماس فزيدك راحة. لا عبالك هي راح تغير حالك من جوا أطلاقا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما جاوب. إحنا عندنا فوق 100 آية تفند هذه المفاهيم مع الخرز وما أعرف إيش وما الشفاء التشافي. الله سبحانه وتعالى خلك برنامج تلقائي فهو يشفين. أستاذ أكرم، أكو ناس فقراء يبيعون هذه الخرز اللي هي الرزة. فعادت تسأل الوزنية شو رح تغنيني وهي مغانيتك يعني لا أنا ما استخدمها، أنا إنسان راضي بحالي. يعني أكو ناس تمارس الشعوذة والدجل بطريقة جدا كبيرة، وأكو للأسف أنا عتبي على الناس اللي صدق. الخلل مو بده يبيع، الخلل بده يشتري، لأن هذا بده يشجعه. والله أنت عندك خرزة مع رزق، زين شو كنت تبيعها؟ عندك خرزة مع الحب، شو كنت تبيعها؟ أنت إذا ما سلوكك تخلي الشخص يحبك، ترى لا خرزة ولا أي مبالغة تخلي أحد يحبك، بالذات المشاعر. هي إيمان. شغل داخلي. فأنت إذا عندك خرزة مع رزق، شو كنت تبيعها؟ خوبقيها واستغني من عدها، مليارات حصل من عدها. شوف اللي سعوا بالحقيقة وبذلوا جهد نفسي وفكري وعملي جابوا نتائج أكبر، ما احتاجوا خرز. هاي تلقيها بالمجتمعات الفقيرة والتعبانة، بالمجتمعات الجهل والمتخلفة اللي عن طريق الموروث وحسبنا ما وجدنا عليها أبونا قامت تتناقل، ما حد مفكر يطور نفسه. قد تكون أحداث مرت قبل مئات السنين، ناس جربوا فد موضوع في وقته. الأدوات اختلفت، التكنولوجيا اختلفت، العقل اختلف. أنت ما يصير تعيش قبل 1400 سنة بال 1323، ما يصير. زي خلينا نحكي على الناس اللي تختم الأحجار بأسماء فلان مثلا. ده. أنا عندي حجرة لك راح أختمها باسمك. أي. هذه الحجرة أي واحد يشيله ممكن يموت ينضرب هاي الأمور. أول يختم راح يطف الترنيمة لفظية وراح يحكي في الموضوع يخليه باسمك. زين الحقيقي موجود هذا لا الشيء؟ طبعا كل وقت هو بده يحكي لك موضوع أنت ما تعرف تحكي، مثل ما واحد يروح على واحد يسوي رقية شرعية قرأ القرآن. ليش هو القرآن يختلف؟ هو نفس القرآن، خذ تقرأ وأنت أولى. ست الخطورة بالحجر هو ناقل للمرض. يعني هنالك أناس عندهم سكر أبائهم أو فتشي، وهذا محبة بأبو أو بالشخص الآخر اقتنى المحبس مالته. الحجر يخزن للطاقة، خازن. خالق يقول انظر الجبال كيف نصبت. نصبت آلية النصب هي عملية استقبال الطاقة وتفريغها. فالحجر الخطر جدا التعامل بها، وما يصير تأخذ حجر من واحد الواحد، كل واحد طاقته منقولة ومخزونة به. صحيح. فأنت من تلبسه وتقتنيه أنت نقلت الأحزان والأمراض والمشاكل النفسية مال هذا الشخص. الحجر إذا مو أنت بنفسك تروح للمكان تطلع بيدك
ومالتك انسى انسى تتعامل وياه. انسى. هاي الخطورة. طيب راح اخذك للشارع العراقي نشوف راي المواطن العراقي الاهم دائما ببرنامج مورنينج لايف على الاحجار الكريمه وايمانهم بالاحجار الكريمه، وهل حقيقه انه اكو احجار تشفي من الحسد والامراض وممكن توصل الى الثراء؟ اكيد اعدت لنا زميلتي نور الجميلي لتجاوب. برنامج مورنينج لايف موضوع سطلنا اليوم هو عن الاحجار الكريمه اللي تستخدم للثراء والشفاء والمنع من الحسد، خلينا نشوف اراء الناس بهذا الاستطلاع. الأحجار الكريمة غالباً ما جاءت الدول بالمجتمع العراقي، هي فعلاً أكو أمور مذكورة بالقرآن الكريم لكن أمور محصورة بآيات حقيقية بمعجزات، لكن ما توصل لمرحلة أنه نختصرها بحجر. هذا الشيء ما إلى حقيقة، ما أكو شيء اليوم يخليك تصدق أنه أكو حجر وراء سحر وراء أعمال شيطانية. وهاي الامور جات تداول مواقع التواصل الاجتماعي وجات تداول اليوم بالمجتمع العراقي. اللي يصدقها حقيقه اللي يصدق هاي الامور بس اللي عقليته محدوده، اللي مو ما مثقف ما عنده ثقافه ولا عنده اطلاع فينخدع بهاي الشغلات. اما الانسان الواعي والمثقف وعنده اطلاع كامل ما ينخدع بهاي الشغلات مال الاحجار الكريمه، وهاي تحرك هاي تحرك وهاي تسوي عمل وهاي تسوي امور شيطانيه وسحر. هاي الامور ما موجوده. الله سبحانه وتعالى قل للشيء كن فيكون، كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى. أما قضية الحجر هذا شيء ما إلى صحة، وشيء هذا يداولونه فقط الناس المجانين اللي ما عندهم حقيقة، اللي ما عندهم ثقافة وعقليتهم محدودة، وهي موجودة بالمجتمع. حقيقة لا يخفي على كل الشعب العراقي وعلى الوطن العربي، الأحجار الكريمة سنة نبوية، الرسول يقول دائما تختموا في اليمين فإنها تبعد عنكم العين. أولا الحجر أكو أنواع الأحجار. يمكن الأخ قبل شوي حكى وتهجم وكذا وسحر، ومو موضوع السحر، سحر واحد، الأحجار الكريمة واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، أهل البيت كلهم كانوا يتختمون. فالحجر له فعالية، به طاقة، أكو طاقة إيجابية وأكو طاقة سلبية عند الإنسان. هذا الحجر يشتغل على نوع الطاقة، هو مو جاء مثل هذا يعني العقليات الساجدة اللي متوقعيها واحد يبي حجر، هذا مال رزق، هو قاعد بالقاع، هذا مال رزق يدي ياخذه ويدي يصير ملياردير، هو خبر هذا اللي قاعد بالقاع يصير ملياردير اللي يبيعه. فهالعقليه لا، الحجر موجود وفعاليته موجود وطاقته موجوده وشغله موجود، واكو حجر حتى للرصاص عن الـ يعني حالات الاغتيال او الرصاص، وانا شايفه بعيني وبمارسه يعني قدامي لبسوا لي فت حيوان ديج ورموا عليه وما انصاب، هاي قدام عيني مو يعني واعي سولف. مثل الحجر اليماني العقيق اليماني، انا واعي من العالم محبس صديق اخذته بهذا اصبعي وحطيت هنا، دخلت الدمبوس صلعت قطره دم طلعت. كل شخص وقناته. اكو احجار مثلا كريمه معروفه بس هي ما تمنع الحسد وكذا، اكو مثلا اليماني للصلاه وكذا، هاي متعارف في اقوال. يعني امير المؤمنين عليه السلام قال انه الحجر اليماني تختموا فيه بيمينكم فانه قوت للصلاه. بينما الاحجار الباقيه مثلا الرزق وكذا، هاي امور بيد الله، هاي امور غيبيه ما لها علاقه، ولكن اكو مقوله شهيره تقول من امن بحجر نفعه. قضية إيمان نفسي، الآن كثير من الناس تحمل أحجار مثل الحجر الصيني، حجر الحديد، وهذا شغلي يعني أنا أشتغل بهم. فهاي الأحجار مجرد دعاية ويعني شلون تأويل. يعني هي عن تجربة مثل ما يقول، أنا كنت ما أؤمن بها صراحة. بس استخدمت حجر اسمه سليماني إذا سامع بي. يعني جربته واشتغل وياه. يعني به هواي امور يسخر هواي امور، سويت عن تجربه وبعدها بعدت عني قمت ما لبسه. اكو ناس مؤمنه بها انه هي سحر وشعوذه، واكو مؤمنه تجلب الرخاء وتجلب السعاده والسحر وتبقى هاي. بس احنا اكو بالشرع الاسلامي والفقه الاسلامي ووصايا الرسول وال البيت اكو احجار مريحه للبشر، اكو احجار تبعد الغم وتلبس بالمحابس، هاي محببة مو يعني 100%، بس هي يحببون يلبسوها. بس بصورة عامة هي الأحجار لا تبقى كلها إرادة ربك، ما لها أي صحة إنه تجلب الثراء، ولا هو الذي تجلب الثراء ليش يبيعها؟ هي هو يصير ملياردير وفضها بعد أنت يبيعها بشدة وشدتين ويخسر له مليارات ويظل هو ملياردير. وصلنا وياكم لنهاية استطلاعنا لهذا اليوم لبرنامج مورنينج لايف من الجمعية. يعني شكرا نور على هذا الاستطلاع، آراء كثيرة. اللي قال الأخ قال حجر سليماني،
والأخ قال الآخر العقيق واليماني. العقيق واليماني، ويمكن آخر متحدث كان كلامه جدا واقعي وحقيقي، أنه إذا أنت تبيع حجر يغني ليش ما غنى الشخص الباعة يعني أمانة. فخلنا نتكلم على تجميع الأحجار مع بعض أستاذ أكرم، هل بها خطورة؟ وأيضا هل هناك أحجار تشفي من الحسد؟ أي. أول شيء كثرة الأحجار خطرة جدا، لأن كل واحد له ويف تردد معين وقد يتضارب، يعني شلون واحد يشرب مجموعة أدوية تأثيرها بالجسم نفس التأثير مرة الطاقة. وما ينصح أنه واحد يلبس له مصفط له فد 4-5 محابس، ما أعرف شنو الفكرة، مو صحيح جدا، خطرة جدا هاي الشغلة. أما الحسد، الحسد يعني شوفي آلاف الكتب تألفت عليه، هو انذكر 5 مرات في 4 آيات. الحسد هو تعريفة تمني زوال نعمة الغير. طيب الشيطان يمنيكم، يعني انتهى الفكرة شيطانية من النفس على مود يأثر على الآخر. طيب وانت عندك هذا المخلوق البشري ده يحسد، إذا حسد الخالق قال وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم، أنت إذا لزمت النعم ماتك وشكرت عليها غصبا مع الدنيا كلها أنت راح تزيد. صحيح. فالحسد صفر بعد، الطاقة مع الحسد ترى كلش ضعيفة، لكن من تؤمن بيها ويأثر راح تزداد عندك هاي الطاقة ويجي يتفعل عندك أكتف يعني يصير. أستاذ أكرم جدوع أكيد الحاصل على ماجستير بعلم الطاقة الحيوية، شكرا جزيلا لك، أهلا وسهلا بك، وشكرا على النصائح اللي قدمت لنا إياها بخصوص الأحجار الكريمة. الله يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. موفقين. هي مو اسمها الأحجار الكريمة. لا، الأحجار الثمينة والغالية. الأحجار الثمينة والغالية. شكرا جزيلا. موفقين. شكرا جزيلا. ننتقل إلى نقل الملكية العقارات. ملكية العقارات ما بين البيع والهبة وما بين أبطال. أكيد هذا الموضوع دائما الناحية القانونية والثقافة القانونية التي نحن بحاجة إلى التثقيف بها، ودائما بحاجة إلى المحاميين الموجودين بهذه الناحية للتثقيف ولإعطاء الاستشارة القانونية الحقيقية بخصوص نقل الملكية وبيع الملكية والإبطال وغيرها من المجالات. أهلا وسهلا بيك المحامية نرمين الزبيدي، نورتي مورنينج لايف. شلونك؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا بيك، نورتينا حضرة المحامية. اليوم نحن بحاجة إلى نصيحة قانونية بخصوص نقل الملكية وبيع الملكية وإبطال البيعة وإلى آخره. فممكن يعني تعرفين لنا شنو معنى نقل الملكية وفق القانون وشنو يقصد بها؟ نقل الملكية برام عقد بين البائع والمشتري. نعم. ونقل حقوق من البائع للمشتري من شخص إلى شخص آخر. نعم. هاي بصورة عامة. بصورة أخرى بأنه نقل الملكية يكون بدائرة التسجيل العقاري من ناحية فتح بيان، إقرار البائع للمشتري، مفاتحة دائرة الضريبة إلى آخره. طيب بتحول الملكية. حلو، خلينا نتكلم عن الالتزامات التي تترتب بنقل الملكية بالنسبة للبائع. الالتزام البائع لازم يلتزم به للمشتري بأنه يقوم بنقل الملكية، ينقل الهي وتسليمه المبيع، يعني تسليم العقار. حلو. ويلتزم بهالشرط وضمان العيوب الخفية اللي تكون بالعقار. يعني ما هي العيوب الخفية؟ يعني مثلا إذا العقار كان يعني بتلف أو رطوبة أو هيك شيء، يعني ما يضم هاي الأشياء على المشتري. طيب هل عقد البيع ينقل ملكية العقار بالنسبة للمشتري؟ لا، غير كافي عقد البيع بالنسبة للمشتري، يعني هذا ضمان للمشتري، يعني في حال يعني البائع أخل بالتزامه فيحق للمشتري بهيج حالة إذا كان ساكن العقار رفع دعوة تمليك، أما إذا غير ساكن العقار كان ففسخ العقد وإعادة العربون. طيب التعليمات التي يتوجب أو تترتب على نقل الملكية شنو اللي لازم أسوي خطوة خطوة؟ يا ريت تعطينا إياها بطريقة قانونية. لنقل الملكية أي. أول شيء التراضي بين الطرفين إيجاب وقبول، ثاني شيء فتح بيان في دائرة التسجيل العقاري، وراها إقرار البائع للمشتري يجب أن يقر له، وعدم وجود مانع قانوني بالعقد بالعقار. أكو مشكلة دائما عند المواطن العراقي بالمستمسكات تكون دائما غير كاملة، بالتالي صح. ممكن أنه تعرقل نقل الملكية صح. كبروسيجر كعملية. فقد نتكلم عن المستمسكات التي يجب على المشتري أو البائع أنه يجيبها وياه. مستمسكات المطلوبة بطاقة وطنية، بطاقة السكن، نسخة من السند،
يعني مستمسكات اي شخص. طيب اذا تم بيع العقار وفق الامكانيه اليوم تصير بالمكاتب او تصير بالمكاتب الخارجيه وفتحوا بيان بعدها رفض البائع تحويل العقار للمشتري، شنو الاجراء التي يتم او يتخذه المشتري؟ يعني قلت قبل شويه اني بانه اذا ساكن العقار يقوم برفع دعوى تمليك. نعم. يعني من خلال المحكمه القاضي يقر له ب تمليك العقار. أما إذا كان غير ساكن العقار يعني ما شاغله ما ساكن به فرفع دعوى رد بدلين وعادت الحال إلى ما كان عليه أو فسخ العقد وعادت العربون ويرجع الحال يعني كما كان. وإذا رفض؟ هو في حال رفض البائع في حال أي يعني هذا مال للمشتري. طيب اليوم نسمع بالهبة المشروطة وهمين الهبة الغير مشروطة. المشروطة ممكن توضحين الفرق بين الهبة أول شيء هي الهبة يعني إعطاء مال أو عقار لشخص دون مقابل أو دون أي عوض. اللي واهب يجب أن يكون مالك العقار هو اللي يعني يهبه ويجب أن يكون بالغ عاقل يتمتع بهذه الأهلية. الهبة المشروطة تتوقف على شرط الإعالة، يعني لازم اللي يوهب له يعني موهوب له يتكفل بإعالة الواهب طول ما هو عايش فترة حياته، تتوقف يعني على هذا الشرط يسموه مشروط. اللي ما مشروطة ما تتوقف على أي شرط، هبة وخلص. طيب رح أعيد السؤال حتى شوية نفهم أكثر نوضح للمشاهد، من الأشخاص اللي تقدر توهب لهم العقار؟ أقارب الدرجة الأولى يعني أب الأبناء، أخ الأخو، أم الأبنائها، ابن الوالدة أو الوالدة، يعني أقارب درجة أولى. إذا ما عندي أقارب درجة أولى ماكو هبة لأنه ما يحق لشخص أجنبي أو لشخص لازم درجة أولى. أي تمام. شروط ليش نسمع دائما أنه يتم الطعن بالهبة بعد وفاة الواهب إلى الموهوب من قبل الأشخاص القريبين؟ أي شخص إلى مصلحة دائما بهذا العقار أو بهذا المبلغ يعني يقوم بالطعن به، يحق له يطعن به، يعني دائما الورثة هم اللي يطعنون بالهبة، ف يحق له الطعن بوفاة الواهب أو بعد وفاته. طيب هل مرت عليك شيء حالة قبل؟ إي أكيد، هم الورثة دائما اللي يجون يطعنون بالهبة لأن هم المستفادين من هذا العقار. شنو رأيك بالثقافة القانونية عند المواطن العراقي بخصوص نقل الملكية، الهبة؟ يجهلون. هل هناك لو يجهلون؟ يجهلون هواي ناس يعني. من أي ناحية برأيك دائما تحسين أكو فد خلل لما يجي الشخص أنه يجي لحضرتك أو يجي المحامي آخر أنه يريد ينقل ملكية أو هبة، ولا تحسين أكو جهل يعني من ناحية معينة دائما؟ يعني الناس تجهل هاي تحويل الملكية وهاي الشغلات وتحويل يعني يصير بهاي نصب واحتيال هاي الأشياء هواي، لأنه يعني قبل لا يبدون بإبرام العقد ما يستشيرون محامي أو يستشيرون فد أحد يفهم بهالمجال، فيتعرضون الناس هواي إلى عمليات نصب واحتيال وهي الشغلات. شو وقت تنتقل ملكية العقار بصورة نهائية للمشتري؟ مجرد إقرار البائع للمشتري في دائرة التسجيل العقاري إقراره هذا يتحول بصورة نهائية. طيب شنو الفرق بين السند 23 المؤقت والسند الدائمي؟ سند 23 يكون بصورة مؤقتة عند البدء بالمعاملة. أوكي. مجرد إكمال المعاملة والإقرار يصدر سند ثابت اللي هو سند 25. شو وقت الشخص يحق له يطلع سند الدائمي؟ بعد إكمال المعاملة، يعني مجرد تكمل ويدققوها. ممكن الإجراءات للمعاملة أفضل حتى المواطن. إجراءات المعاملة يعني أول شيء قبول بيناتهم، فتح بيان، إقرار الأشخاص، تراضي وخلص، ماكو أي مانع قانوني بالعقار أو بال. أكيد بنهاية يعني لقائنا وياك نورتينا. أكيد نريد نصيحة أخيرة تنطيها للمواطن العراقي اللي حاب إنه ينقل ملكية، يهب إلى آخره. يعني أول شيء لازم إبرام عقد بين الطرفين. نعم. يثبتون بشهود اثنين، عقد مقاولة بيع وشراء، يحددون بالمبلغ، يحددون بالعربون، يحددون بمدة تسليم العقار، يعني ضمان للبائع والمشتري، ثبتون بجميع الالتزامات. المحامية نرمين الزبيدي شكرا جزيلا، نورتينا وأتمنى لك موفقية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتظرونا أكيد غدا بحلقة ومواضيع مهمة تهم المجتمع العراقي، ودائما وجودنا أكيد وجود هذا الكادر الجيش خلف الكواليس من أجل معالجة المواضيع والمشاكل اللي يعاني منها المجتمع العراقي. إلى اللقاء غدا، مع السلامة.